أول أيام العمل للكاميرات المرورية الذكية ورادارات السرعة لرصد المخالفات وفرض الغرامات في 5 تقاطعات بجانب الرصافة و3 طرق سريعة بالعاصمة بغداد. دخول هذه الكاميرات حيز التنفيذ لاقى ردود فعل متباينة من المواطنين بين الترحيب بتطبيق النظام على الجميع والمطالبة بإيجاد حل لمشاكل الشوارع وغياب الإشارات المرورية قبل التركيز على فرض الغرامات بحق السائقين. النظام حلو الله شاهد ويطبق على الكل تمام حلو ما بيه شيء يعني فتشي مرتب وكلها المواطن ياخذ حقه واحنا ماخذين حقنا وشغله مرتبه. كل ما عند الكاميرات ما بيها داعي اصلا ما بيها داعي. خلي يسوون شوارع، شوارع ضيقه يكبرون الشوارع يسوون تبليط يسوون جيم. بس احنا ما عندنا شيء بخير. يعني يلحقونا على الكاميرات، الكاميرات ايش راح تسوي لنا مثلا؟ راح تقص وصولات وغرامات واذيه هاي لنا. ويشكو المواطنون من عدم تأهيل أغلب الشوارع وغياب الإشارات والعلامات المرورية عنها، ناهيك عما فيها من تخسفات ومطبات. مديرية المرور من جانبها أوضحت أن مشاريع فك الاختناقات التي أطلقتها الحكومة ستعمل على تأثيث وتأهيل جميع الشوارع حال انتهائها، مؤكدة أن الغرامات المفروضة في الكاميرات الذكية ستكون ضمن ما هو منصوص عليه في قوانينها، نافية المبالغة بقيمة المخالفات. الغرامات منصوص عليها وفق القانون هي 200 و150 ألف. لا يستطيع أي شخص فرض أعلى من هذه الغرامة لأنها مثبتة وفق القانون. أي طريق يؤهل يكسى ويبلط يخطط من قبل مديرية المرور وتنصب به علامات. إن شاء الله لنهاية هذه السنة سنكون بمصاف الدول المتقدمة. ومع أول أيام تطبيق الغرامات انطلق فريق السلامة أولاً التطوعي ليجوب شوارع العاصمة من أجل التوعية بشأن طبيعة المخالفات المرصودة، حتى في سبيل أنه نوعى الناس على السلامة المرورية، حتى ننبه الناس على السلامة المرورية. 5 تقاطعات تفعلت وإن شاء الله باقي التقاطعات في عاصمة حبيب بغداد. وباشرت الكاميرات الذكية عملها بعد عدة أشهر من العمل التجريبي في شوارع العاصمة، رصدت فيها أكثر من 2 مليون مخالفة خلال 2 شهر فقط، فيما وجه وزير الداخلية بأن يشمل عمل الرصد للكاميرات الدراجات النارية وليس السيارات وحسب. مديرية المرور تنصب كاميرات لالتقاط المخالفات، ومستخدمو الطريق يطالبون بتحديث الطرق وتزويدها بالعلامات اللازمة، وبين هذا وذاك يبقى واقع حوادث الطرق مثيراً للقلق في جميع أنحاء العراق. أسعد الزلزلي، الحرة، بغداد.